هذا سائل يقول: ما معنى قول أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما؟ سببه أن رجلا من المشركين أو من أهل الكتاب قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، أمرنا أن نستجمر بثلاثة أحجار، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بالماء، وأمر، فهذا سببه أن الرسول علمهم حتى آداب قضاء الحاجة، علمهم كل شيء يحتاجونه حتى آداب قضاء الحاجة. نعم.